طبعا احنا شرف دارين الشيخ علي من الشخصيات اللي راح يصيروا مؤسسين من النادي، يعني الشيخ علي تشوفون هاي الناس كلها سوى اعمال انسانيه كلش قويه، الاعمال اللي سواها ضد المصلحه هي مصلحه يشوفها وحيسد الفيديوهات اللي هو قايمين يتعلموا من كل دول العالم، يعني من تركيا من الهند كل دول العالم. العمل الانساني اللي يسويه اغلب الاعمال اللي يسويها مجانا بدون مقابل، يعني هاي لو يسووها بالمستشفيات الخارجيه يمكن بدفترين ثلاثه، وهذا عمل الانساني وهذا شرف انه ينضم لهذا المال. والله علاج موجود للفقير المسكين، الجو موجود من قبل الله يبارك فيك، يعني شوف الفقير المسكين كافر مسلم مسيحي يهودي حلو البشر. هذا هدف، احنا جينا هنا للاربعين هدفنا هو البرنامج مالتنا التعايش السلمي، يعني اذا شوف من البصره من كافه المحافظات جايين يقصدون هذا الشيخ والشيخ اللي يقدم الخدمات له. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ. هاي ما صار شيء بهم. الله يحفظك. اول شيء نفضل هذا فضل ربي وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا.